38 ألف وحدة سكنية قسمت فيها روض ويني مؤخرا 14 ألف يعطوها في السوسيال في 2016 أكثر من 1100 يعطوها 5000 ذاك الوقت السيد سلا ذاك الوقت حاول حنا 1100 ما تقدرش تسكنها من 2013 بزاف والله بزاف 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 كرهنا خدمتنا دونك انت بأي صورة انت ما عندك سكنة وتروح تقري انت ما عندك سكنة وتروح دير إيمان انت ما عندك سكنة وتروح تخدم في يديك المشكلة جي الجزائر انت من ما تديش منها سكنة علاه تروح تقري لهم ودهم ولا علاه تروح تخدم لهم ولا علاه تروح لهم هاي تأثر عليك هاي تأثر عليك والله لا تأثر عليك السكن هو الصح وراه مكفول باستقرار باستقرار هذه هي خطر فيه مكفول دستوريا ونهار اللي داروا القضية قال انتوما صاي كي ندير القضية ما تديش في لوجمون فونكسيون ما تديش في السوسيال حرمونا من كل شيء وحدة أخرى صاي عندك سكنة عندك سكنة ما يعطوكش ها بزاف والله لا بزاف 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 تكسب من تا وحدة عاطينها سوسيال تروح تعطيها شهرين هي عاطينها سوسيال تخلص 160 ألف وأنت تروح تكري عليها بزوج ملايين تكسب من تا وياها شهرية ماشي بزاف والله لا بزاف 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 ماش نطالبوا بالمحال والله ما رانا نطالبوا بالمحال انا نطالبوا بادنى ادنى ادنى حق مكفول ادنى حق مكفول حتى النمل وربي دار لها سكن قالها قالت له مسكونه النمل عندها سكن النمل وخاطبها ربي بالسكن قالت له مسكونه عندهم مساكن هاو احنا بني ادم ما عندناش مساكن خدام عند دوله اطار دكتور في الرياضيات ما عندها سكنه مشي بزاف مشي بزاف مقري هنا في جامعتكم بزاف بزاف والله لا بزاف عيب عيب في الرياضيات في اللي راه يهضر عليه سيد تبونا يقول الرياضيات تطور هاو الرياضيات تطور هاو تبحث فيها امام يقود يقود يصلي بالناس قاعد الناس هنا موظف يقوم باشغال الناس ويخدم لهم قاعد الناس هنا ممرض تقول انت الجنود البيضاء والجيش الابيض هو قاعد بلا سكنه ها بزاف كي تخدم الناس كي تتمشى الامور هو اولادها مش مطمئن عليهم الشرطه الدرك وشرطي متقاعد تركي خدام ولا متقاعد هذو كاع ولاد الجزائر وكاع موظفين وكاع كل واحد عنده حق بالسكن نبدلوا انا المطلب تاعي نبدلوا الوقفه صاي هذه وحده من زوج انا نقولها هاك اللي بغاتو في يبدوني يا نقولوا نبلعوها يا نقلوا في بلاصه وحده اخرى هضروك احنا هادو ما استمعوناش ما استمعوش ما استمعوش ما استمعوش وبلعوا لي قدامنا هما وصلوا تبلعوا البرلمان على صوالحهم ها احنا باغيين نديروا حاجه نبلعوا حتى عليها ما عندناش ما يشرح حمرض على امور شينا بصح بزاف 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 بركات تسع سنين بركات والله لا بزاف بارك الله لا والله لا 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 ها راني نطلب في حقي والله نطلب في حقي بركات بقالنا الملف اثنين لايك بقالنا الملف الاخير هادو المحليين والجهويين اصبح ما عندناش ثقه سيد الوزير بقالنا عند المركزيين باستثناء سيد الوالي المحلي وما غادي بقالنا غير عند المركزيين بقالنا عند القاضيه الكوب ديريكسيون جينيرال وبقالنا عند الوزير هذا اللي درنا حل هادو ما عندهمش هادو ما عندهم انتوما ما يملكوش هادو ما يديروا والو هنا هادو ما يديرونا والو قالنا انت سيد الوزير وانت تاع الديريكتور جينيرال تاع القضيه ديروا لنا حل ديروا لنا حل بالاشراف ولا اشراف تاع السيد الوالي الله يعطيه الصحه راه شاف لنا كل شيء نطلبوا من السيد الوالي نطلبوا من السيد الوالي نطلبوا من السيد المدير العام والوزير باش يحلوا لنا المشكل هذا المدير الجهوي المدير المحلي هنا هادو صايي صبحنا يأسين من المطار تاعهم الكلام بزاف والله لا بزاف وسمحوا لي بارك الله فيك حنا مساعدين كجمعيه نديروا اشعار باه تندار هذه الوقفه تندار في الجهه وفي تياج اذا كان راكم مستعدين باه تروحوا لتياج عندي حنا خلوا علينا الاشعار اشعار خلوا علينا نديروا اشعار انا نقولها قدامكم اذا راكم مستعدين باه تروحوا لتياج مستعدين تروحوا للجزائر وروحوا للجزائر جمال كوتيزو ندو بيس واللي عنده لوطو يرفد انا واحد من الناس نفد معايا خمسه ونديرو بيس هنا اللي راح بلوطو يدي معاه وكوتيزو فان ندو بيس مالك